فإذا إذا عندنا a of x equal x squared plus 2x plus 1 وقال نحسبه a of 1 شو بنعمل؟ بنعود نحل x بحط 1 إذا قال لي calculate a of x when x equal 1 شو بنعمل؟ بنحل x بحط 1 طيب هون مش معطيني هو إنه والله ال a بتساوي وراء لحط محل ال a جواب اللي معطيني إياه معطيني ال a times b equal 3 radical 5 معطيني ال a plus b equal 3 plus radical 5 مظبوط يعني بس شوف a times b بعوض محلها هيك اذا شفت a لحالها ما فينا نعوض محلها هيك واذا شفت a plus b بعوض محلها 3 plus radical 5 ماشي هلا a times b هي 3 radical 5 و a plus b هي 3 plus radical 5 مش معناتها ال a هي 3 وال b هي radical 5 مش معناتها ال a هي 3 وال b يمكن تكون والله ال a هي مثلا 1 وال b هي 3 radical 5 1 طيب ما بعرف يمكن يكون هيك ويمكن يكون مظبوط انه ال a هي 3 وال b radical 5 بس انا ما فيني اخذ انه ال a هي 3 وال b هي radical بس شوف a b بحط محلها شو 3 radical 5 بس شوف a plus b 3 هذا اللي هو معطيني اياه بالجيب طيب هون شوفوا لي في عندي a b لحتى احط محلها 3 radical 5 لا في عندي a square بس a square في عندي a plus b لحتى احط محلها 3 plus radical 5 بدي اغير فيهم لهذا لصير شوف ال a b وال a plus b شو فيني غير فيها هاي؟ شو فيني غير فيها؟ شو فيني أعمل؟ نأخذ A B square نأخذ common بتغير شكل شو الكومن هون وهون؟ A A مشترك مع أصغر power أصغر power A power 1 عندنا A power 2 A power 1 نأخذ A power 1 وال B power 2 power 1 نأخذ B power 1 مشان؟ شو بضل من أول واحدة؟ A شو بضل من تاني واحدة؟ plus B plus B صار عندنا A B ولا لا؟ طب محلها شو؟ 3 radical 5 مشي ولا لا انتبه يا بلا صار عندنا a b و a plus b ال a b هي شو 3 radical 5 وال a plus b 3 plus radical 5 ال a plus b معنى a plus b شو بحط محلها 3 plus radical 5 طيب شو لشو بدي احط باور كيف بدي احط باور يا استاذ a سكوير بي اقسميها على a بي شو بضل بضل a وحده حطيني انا هون a بي سكوير ديفايد a بي ها ال a معناه بتروح بي سكوير على بي ضل بي وحده هلا ال a بي بنحط محلها شو 3 راديكال 5 وال a بلس بي 3 بلس راديكال 5 واضح هلا بنعمل اكسباند شو بيصير 3 راديكال 5 ب 3 9 راديكال 5 نضرب اللي برا باللي برا واللي تحت الراديكال باللي تحت واللي تحت الراديكال باللي تحت الراديكال شو في راديكال 1 هلا نضرب مثل ما ضربنا اول شيء هي ب 3 هلا نضربها بشو بالراديكال 5 يلا اللي برا باللي برا شو في برا 1 اول شيء الشارب بلس 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 3 3 راديكال 5 براديكال 5 5 راديكال 5 براديكال 5 5 يعني بحط هون تايمز 5 ايكوال هيدي ماين راديكال 5 بتضل بلس 3 تايمز 5 واضح نفس الشيء هون هيك بده يطلع الجواب خلصنا فينا نجمع 9 مع 15 لا لا مش نفس لانه مش نفس الراديك هيدي راديكال 5 هيدي راديكال شو 1 هون نشوف عندنا a بلس 2 b بلس 2 في بقلبها a b لما نعوض محلها في a بلس b شو فينا نعمل لنغير الشكل لا كيف كومن كومن رمي انت الكومن بتاخذي والكومن بتاخذي لما يكون في بلس وماينس بتاخذي كومن لما يكون مضروبين فيكش تاخذي كومن مين بيقول لي شو فينا نعمل لنغير الشكل اللي هون؟ نغير اشاره شو اشاره شو يا استاذ؟ يعني اذا غيرت اشاره صارت ماينس 1 وماينس 1 صار عندك هالشكل نضربهم ببعض اي تايمز بي هودي مبينين فاكتورايز تعملي لهم اكسباند مثلا هون كانوا مبينين اكسباند ايه عملت لهم فاكتور تشيك خليكم هون مبينين فاكتورايز مش عم نلاقي هالاشياء بنغير كيف بنغير بنعملها بنشوف اكسباند مش بنغير اشاره غيرت اشاره ما بصير عندك اي بي شو؟ هلا نعمل لهم اكسباند a times b a times a plus a times 2 plus 2 a plus 2 times b 2 plus 2 b plus 2 times 2 4 شو بيطلع الجواب؟ ها؟ هيك a b صار عندنا a b مش هيك؟ طيب بس هون بدي a plus b بعد وين في عندي a plus b؟ ايه هون ما في عندي a plus b بس فيني اعمل شيء هون 4 a باخذ كومن شو؟ باخذ كومن 4 بدك تختزلي يا تاخذي كومن 2 هون صار فينا ناخذ كومن صار عندنا a b هون وفي كومن شو من هون الثنتين 2 شو بضل من اول وحده؟ a ثاني وحده b يعني بس اخذ كومن 2 من هون ايه
ماشي بلس 4 هلا صار عندك شو اي بي واي بلس بي صار في نعم الاي بي شو هي 3 radical 5 plus 4 equal 3 radical 5 plus 4 ماشي هيكو يلا 3 radical 5 plus 2 radical 5 5 radical 5 6 plus 4 10 هاي هون مثلا شو ممكن نعمل؟ نعمل same denominator times b 4 تحت 1 times a بصير عندنا شو تحت 1 over a سعنا a تحت وفوق شو صار b plus a ال b plus a معنى اياها 3 plus radical 5 وال a b معنى اياها شو 3 radical 5 شو بدها هيدي شو ناقصها هيدي راشنالايز شو بنضرب 3 radical 5 بيمشي الحال ما فيني اضرب 3 radical 5 بس equal يلا 3 radical 5 3 plus 5 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 plus
يا جمالك يا جمالك يا ملا ايه وين بتلاقي اي سكوير بلس بي سكوير؟ انا اي سكوير بلس بي سكوير بدي احاول الاقي منها اي بلس بي واي تايمز بي. باول كوع شو لا مش كوع. لا لحظه اي بلس بي كلها سكوير شو جوابها؟ اي سكوير بلس بي سكوير. يعني هيدي ما بتساوي هيك. كمان اي سكوير لاي ماينس بي واي بلس بي هي شو؟ اي سكوير ماينس بي سكوير. يعني ما بتساوي هيك. ولا بتفرق اشاره لا نعم فهمت قصدك عن هيك لا بدك شو معنى الاي سكوير بلس بي سكوير هي موجوده بقلب ايدنتيتي هي مش ايدنتيتي هي شقفه من ايدنتيتي شو الايدنتيتي اللي بتلاقي فيها اي سكوير بلس بي سكوير بلس اي سكوير بلس 2 اي بلس بي كلها سكوير بتساوي اي سكوير بلس 2 اي بي بلس بي سكوير هي بدك وين ايه انا قصدي على اي سكوير بلس بي سكوير شو بتساوي؟ اي بلس اي سكوير هول مع تايمز ماينس طبق اصبعك ماينس 2 اي بي ماينس هاي بلس 2 اي بي خذيها لتاني ماك شفتي الاي سكوير والبي سكوير وين؟ ايه كيف بدك تقولي شو بيساوي هول؟ استصعب الى حد لتاني ماك بحس عم هي لتاني ماك شو بتساوي؟ بتصير اي بي اي بلس بي كلها سكوير ماينس 2 اي بي بي سكوير بلس بي سكوير واضح؟ هاي بدكم تحفظوها ايه ايه سكوير بلس بي سكوير مش واحدة من هذيك الثلاثة هي موجودة بقلب واحدة منهم ايه سكوير بلس بي سكوير هي ايه بلس بي كلها سكوير ماينس 2 اي بي هلا صارفين عوض ولا لا؟ ايه نحن ما نحسب ايه سكوير بلس بي سكوير ها؟ شو جوابك؟ ايه بلس بي هي ايه بلس بي ماينس 2 اي بي هي الاي بي معنى ايه؟ صار فينا نعوض ولا لا؟ ايه ما محل الاي بس شو راح نحط؟ 3 كلها سكوير ماينس 2 محل الاي بي شو راح نحط؟ 3 ايكوال شو؟ ايكوال هي هاي اللي عم نحسبها اي سكوير بلس بي سكوير هلا بنعمل هاي على كيف بنعملها لهي دي الاساس؟ اي سكوير بلس 2 بلس 2 اي بي بلس بي سكوير بلس بي سكوير هاي شو بتطلع هاي دي؟ ماينس 6 ماينس 6 5 ايكوال اي سكوير بلس بي سكوير هلا عنا هلا ايكوفالنت 9 بلس 6 ايكوال 5 بلس 5 ماينس 6 ايكوال 5 ايكوال اي سكوير طلع لنا 9 بلس 5 شو 14 ايكوال اي سكوير واضح؟ هيدي هي اللي بدو اياها يعني الاي سكوير بلس بي سكوير ايكوال 14
واحدة أخيرة كمان مرات بيكون عندنا مثلاً A على B plus B على A بدنا نحسب له هذا الجواب. عرفتوا كيف يعني عم بتصير الأمور مثلاً هون كان معطيني هون expanded form ومش مبين فيه بقلبهم هون عملنا له factorize الفاكتورايز عملنا له expand هاي عملنا له same denominator هاي اللي هون قلنا بنلاقيها موجودة بقلب identity ماشي؟ ايه موجودة بقلب identity هاي اللي هون بدي اشوف كمان same denominator times b times b equal a square a square plus b square على over a b a b او b a يا a b يا b a هي زيادة طلعنا جواب ال a c احسن في هاي طلع عليها شكرا على 14 هاي ال a plus b 3 radical 5 شو ناقص هاي زي يطلع 14 radical 5 over 8 times 5 equal 14 radical 5 over 15 ماشي؟ هلا بعد أعطي بس وحدة هلا خطرت عليها اللي هي لما يقول مثلا احسبوا له انه A minus B A minus B كلها سوار يلا انا ايه اصدق سوار نعمل على identity هاي فيش بقلبة لا A plus B ولا A times B بس اذا عملنا identity ممكن نبين ايه ايه A سوار minus 2 AB plus B سوار بس اشي اذا بدلتهم هاي لا بس انا اغلبتهم حد بعض عشان احسب لهم انت شو ما غيرت ساين ما غيرت شيء استاذ بدك هي اصلا لا تحاول ولا تضوع minus 2 AB plus B سوار ال A سوار plus B سوار حنحطهم حد بعض حنحسبهم انا هون A سوار plus B سوار minus 2 AB equal A سوار plus B سوار حاسبين على طلعت 14 minus 2 ال A دي قديش هي؟ 3 radical 5 هي 3 radical 5 وإز شو بيطلع الجواب 14 minus 6 radical 5 فينا نقص البعض؟ لا هاي عرفت شو؟ واضح؟ يا اتكلوا على اكتبوه